طب احنا معانا رئيس المهرجان على التليفون الاستاذ الامير اباظة. استاذ الامير يا دكتور، ازاي حضرتك؟ مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على الدكتور خالد، وبجد مش عارف اقول لكم ايه، يعني انا بشكركم جدا على الكلام الجميل اللي بتقولوه، لكن طبعا استاذ نور الشريف قيمه كبيره جدا ويستحق ما هو اكثر من اهداء دوره له، وخاصه انه انجازه وابداعه على مدار ما يقرب من نصف قرن، يعني اعتقد انجاز كبير جدا وعظيم جدا. المواقف الوطنيه حضرتك اتكلمت عنها والدكتور خالد اتكلم عنها، وطبعا انا ما انساش فعلا موقفه من ناجي العالي، وخاصه من ناجي العالي قبل الحمله اللي اتعملت عليه دي كان عرض في افتتاح مهرجان القاهره قبلها باسابيع، وكانت كل الصحف بترحب بالفيلم وعاملين ضجه كبيره، الا انه بعد اسابيع قليله تغيرت المواقف فحصلت الحمله اللي انتوا تفضلتوا بالكلام فيها دلوقتي. انا اولا طبعا انا بقولك الف مبروك على الدوره، ومهرجان اسكندريه تحديدا كان له رونق في توقيت ما ثم انسحب هذا الرونق، وبقى يعني انا سمعت ان السنه دي اول مره ادوكوا القاعه الكبرى في مكتبه اسكندريه، صح كده؟ اسكندريه ده صحيح. فهل ده عوده لمصر، يعني مصر عادت شمسوك الذهب وزي ما بيقولوا، ترجع مهرجانات وترجع مصر اللي احنا نعرفها؟ يا رب. انا عايز اقول لحضرتك السنه اللي فاتت احنا عملنا دوره المهرجان في ظروف غايه في الصعوبه، كان كل المهرجانات بتقفل وكل المهرجانات بتاجل، واحنا عملنا مهرجان اسكندريه في ظل حظر التجوال. وعايز اقول لحضرتك اللي حصل السنه اللي فاتت انه يعني السنه اللي قبلها كان عدد ضيوف الاجانب عندنا في المهرجان 15 ضيف اجنبي، السنه اللي فاتت كانوا 60، رفعنا عدد الدول من 14 ل 27. السنه دي ان شاء الله انا ارجو انكم تكونوا معانا حضرتك والدكتور خالد، تشرفونا ودي دعوه على الهواء، وان شاء الله تشوفوا حاجه مختلفه تماما. هتشوفوا يعني عايز اقول لحضرتك انا السنه دي مثلا مزود المسابقات من 4 مسابقات السنه اللي فاتت ل7 مسابقات. لاول مره بعمل مسابقه خاصه لشباب الاسكندريه، ودي بعملها خارج المهرجان، يعني قبل ايام المهرجان. انا بدأ المهرجان ان هو من يوم 10 ليوم 16، انا بدأ المهرجان من يوم 1 بمسابقه لشباب اسكندريه من 1 ل5، وورشه لاخراج فيلم قصير لشباب اسكندريه مجانا برضه من يوم 1 ليوم 10، وثم يبدا المهرجان بالافتتاح في القاعه الكبيره في قاعه المؤتمر في مكتبه الاسكندريه، والختام ايضا في مكتبه الاسكندريه. ده بالاضافه ان احنا عندنا يعني السنه دي في نجوم كتير جايين من اوروبا ومن امريكا كمان، وان شاء الله هتبقى حاجه مختلفه تماما. طب قول لي ممكن ايه الافلام المصريه المشتركه يا استاذ؟ والله لغايه دلوقتي الافلام المصريه فيها تردد وفيها رايح وجاي، حضرتك عارف ان الانتاج ضعيف جدا. لكن ان شاء الله خلال يعني قدامنا شهر، خلال الشهر ده هيبقى في عندنا هنعمل بانوراما السينما المصريه من 4 أو 5 أفلام، اعتقد انها هتكون معقوله. انا اضطريت السنه اللي فاتت ان انا اعمل بانوراما السينما المصريه رغم ضعف مستوى الافلام المشاركه، ما كانش فيهم غير فيلم وحيد هو اللي اقدر اقول ان هو فيلم اللي هو شارك في المسابقه الرسميه اللي هو فيلم هاله لطفي. الا انه السنه دي ان شاء الله برضو انا مصر ان احنا نكمل، لانه ده مجرد وجود البانوراما في حد ذاته تشجيع للسينما المصريه وتشجيع للافلام اللي بتتعمل. تمام. مين الشخصيات الثانية المكرمة يا أستاذ أمير؟ التكريمات السنة دي معانا الأستاذ الجميل داوود عبد السيد، معانا الفنان محمد منير كممثل مش كمطرب. تمام. والحقيقة محمد منير يعني لو رغم إن عدد أفلامه مش كبير يعني 11 فيلم، إلا إنها كانت مؤثرة، صوته أيضا كان مؤثر في هذه الأفلام. معانا الفنانة نادية الجندي، هم دول تكريماتنا في المهرجان. مسابقة اسكندرية انا عامل فيها تكريم تاني، اللي هي المسابقة اللي هتبدأ يوم 1، عاملها تكريم خاص لاسكندرية. اولا المسابقة باسم الاستاذ محمد الرائد محمد بيومي، وهيتم تكريم اسمه وتكريم الدكتور محمد كامل قلوبي اللي اكتشفه. هنكرم ايضا من ابناء الاسكندرية اسم الاستاذ يوسف داوود واسم الاستاذ وحيد سيف. ومن المكرمين ايضا في هذه المسابقة الاستاذ محمد وفيق والسيدة سميرة عبد العزيز. الحقيقه يعني دول من ابناء الاسكندريه اللي اهدر حقهم وما خدوش حقهم في السينما، وبالتالي تكريمهم انا شايف ان هو واجب في مسابقه تحمل اسم الاسكندريه. ارجو انها تكون في المهرجان في العام القادم، مهرجان للفيلم القصير في الاسكندريه. ربنا يوفقك يا استاذ ويوفق المهرجان، وان شاء الله دوره ناجحه باذن الله. شكرا يا استاذ. انا بكرر الدعوه يا دكتور، وان شاء الله تكونوا معانا حضرتك الدكتور خالد. ان شاء الله. شكرا جزيلا.